اليوم نحن كطلاب كلية التقنية الطبية نعلن عن محاضرة توعوية تثقيفية ضد المخدرات تحت شعار فلتنقذوا فلذات أكبادكم. هذه المحاضرة تعم بالفائدة على الطالب والتوعية من المخاطر التي تواجهها مدينتنا خاصة وليبيا عامة، من المخاطر التي تؤدي الطالب بالمخدرات إلى الهلاك. نحن كطلاب كلية التقنية وطلاب جامعة الزاوية عامة نطالب بمركز علاج إدمان داخل المدينة بشكل عاجل خلال المدة القادمة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.